مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة أسباب وتداعيات انهيار العملة الوطنية. كل يوم انهيار جديد، هذا ما يحدث في ظل سلطة الميليشيا منذ عام. الانهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه منذ أشهر نتيجة للحرب وسلوك الميليشيا أصبح الآن أقرب من أي وقت مضى. يشهد الريال منذ أيام انهيارا كبيرا أمام العملات الدولية، إذ تجاوز مستوى 300 ريال للدولار الواحد، وهو ما أضحى يشكل أزمة مضافة على كاهل المواطن اليمني الذي يعيش تحت الحرب والحصار منذ أكثر من عام. عملت الميليشيا خلال الأشهر الماضية على استنزاف الموارد المالية للدولة في تمويل حربها على اليمنيين وتنمية السوق السوداء التي تديرها كاقتصاد موازن يضمن لها شبكة من الموالين وأمراء الحروب المحلية. تقارير أشارت إلى أن الميليشيا ظلت تسحب من المخزون الاحتياطي للدولة ما يقارب 25 مليار ريال شهريا تحت بند ما يسمى بالمجهود الحربي، وهو ما هوى بالاحتياطي الأجنبي من قرابة 4 مليارات دولار إلى 100 مليون دولار باستثناء الوديعة السعودية التي تقدر بمليار دولار. هذا الوضع الكارثي دفع وزير الخارجية إلى التحذير مما ينتظر اليمنيين إن لم ينتهي الانقلاب بأسرع وقت، محذرا من أن استمرار مماطلة وتعنت الميليشيا في التوصل إلى حل في المشاورات في مشاورات الكويت سيجعل من وقوع الكارثة أمرا حتميا في الأيام القليلة القادمة. أسباب وتداعيات انهيار العملة الوطنية وماذا تبقى لدى الأجهزة المعنية من فعل لتفادي كارثة اقتصادية قادمة سيكون محور حديثنا هذه الحلقة. وقبل الانتقال إلى النقاش نبقى مع هذا التقرير. انهيار حثيث تقود البلد إليه سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء. البلد الذي لم يعد فيه شيء بعيد عن هذا الخراب صار على موعد مع الانهيار الاقتصادي الأكبر أيضا، مع استمرار تدهور صرف العملة الوطنية وبلوغها مستويات غير مسبوقة. خلال الأيام الماضية كان الريال اليمني يسجل أدنى قيمة له على الإطلاق أمام العملات الدولية، ولا يزال هذا الانهيار متواصلا فيما استنفدت كل الأدوات والسياسات النقدية في مواجهة هذا الانهيار ولجمه، وفيما تستمر سلطة الميليشيا في لامبالاتها وتصرفاتها اللامسؤولة، ومن بينها طباعة حوالي 50 مليار ريال بدون غطاء نقدي، فإن الحكومة الشرعية تبدو عاجزة أيضا عن التعامل مع هذا الوضع الكارثي، مع تأكيد وزير التخطيط الدولي أن حكومته استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفذت جميع الحلول، وأنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي تعيد للريال اليمني عافيته وللاقتصاد بعض استقراره حسب قوله. انهيار سعر الريال أمام الدولار والذي وصل إلى أكثر من 300 ريال للدولار الواحد والسياسات الكارثية التي تتخذها سلطة الانقلاب ستؤدي جميعها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في حين يعاني اليمنيون من أزمة إنسانية بفعل الحرب وصلت بحسب التقارير الدولية إلى حد كارثي، مع بلوغ عدد من يحتاجون للمساعدات الغذائية إلى نحو ثلثي السكان. هذا الانهيار المتسارع في العملة الوطنية قادت إليه تصرفات الميليشيا التي عملت على فراغ الخزينة العامة لصالح ما تسميه المجهود الحربي، والذي كشفت تقارير حديثة تحويل ما يقارب 25 مليار ريال شهريا منذ بداية الحرب لتمويل حروب الميليشيا وشبكاتها المحلية التي ترعى السوق السوداء وتقودها كاقتصاد موازن يبرز كسبب إضافي في هذا الانهيار. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة موضوع حلقتنا هذا المساء معنا الآن من الرياض الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الكريم العواضي. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. خلال أسبوع واحد فقد الريال جزء كبير من قيمته أمام الدولار، ما هي الأسباب المباشرة وراء هذا الانهيار برأيك؟ والله أنا متفاجئ، بس فقد 30%. مفروض أن الآن الدولار فقد أكثر من 50% إلى 60%، يعني أتوقع في الفترة القادمة سوف يصل يمكن إلى 400 ريال مع نهاية رمضان وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية. طيب، ما هي الأسباب التي تقودك إلى هذا الظن أو التوقع أو التفاجؤ حتى إذا صح التعبير؟ في ثلاث أسباب. السبب الأول نهب موارد البنك المركزي من قبل الميليشيات عبد الملك الحوثي. السبب الثاني إيقاف الصادرات. السبب الثالث هي نزول عائدات المغتربين. وأتوقع أن السبب الأول هو السبب الرئيسي، لأن حجم الأموال التي خرجت من اليمن منذ انقلاب ميليشيات عبد الملك الحوثي في العام 2014 الآن
تجاوز 8 مليار دولار، اي اكثر من احتياطيات البنك المركزي. طيب يعني خلال عام مارست الميليشيا كل صنوف يعني السرقة والفساد كما يعني يتحدث المراقبون، وكانت الكارثة أيضا استنزاف الاحتياطي الأجنبي من النقد، برأيك إلى أين يمضي هذا الاقتصاد في ظل هذه الممارسات؟ لا، هناك سبب، هناك سؤال آخر مفروض أن يتم طرحه. 33 عام تحملنا على عبد الله صالح وعملنا ثورة وقمنا بعمليات إصلاحات ثم حصلت الفوضى. الآن ميليشيات الحوثي تقوم بهد ما تبقى من الدولة، ثم بعد ذلك يريدون حكومة وحدة وطنية وتسليم دولة منهارة لنا لنقوم بعادة ترميمها من جديد. لماذا نحن من يدفع الثمن دائما؟ نحن الجمهوريين دائما ندفع الثمن، يفسدون ثم تأتي المصائب على رؤوسنا لعادة الترميم. أعتقد الآن يجب أن يتحمل المسؤولية هم هذا المرة، كل شيء تم نهب يجب أن يتم إعادة للدولة إذا أرادوا بناء دولة. طيب يعني برأيك هذه الممارسات التي تمارسها ميليشيات الحوثي خلال هذا العام إلى أين ستمضي أو بالاقتصاد الوطني إذا لم يتم التحرك بشكل جاد في سبيل إنهاء هذه الكارثة؟ أخي الكريم، إذا أخذنا 4000 عام من تاريخ الانقلابات في الكرة الأرضية، كل شخص يقوم بعملية انقلاب يحافظ على موارد الدولة، من اليونانيين إلى يومنا هذا. ما قامت به ميليشيات عبد الملك الحوثي شيء غريب، تدمر دولة وتنهب دولة وتريد أن تحكم. عادة الشخص الذي يريد أن يحكم يحافظ على الدولة ويقدم نموذج جديد وأفضل. نموذجهم عجيب ليس موجود. العجيب في الأمر الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدعمهم كل عملية انقلاب. ماذا سوف يتم التحرك؟ يجب أن نلحق ما تبقى من الدولة، لكن لا يجب أن يكونوا شركاء في الدولة الجديدة. ليس من المنطق والإنصاف أن من يدمرون دولة يكونوا شركاء في الدولة. نفقد مصداقيتنا أمام الناس. طيب دعنا نشك في الحوار أستاذ عبد الكريم. الدكتور سليمان عبد الله الناصر الذي انضم إلينا من كوالالمبور وهو الأستاذ المساعد في المالية والاقتصاد. مساء الخير دكتور. أهلا بكم دكتور. يعني ما كان يتحدث عنه الكثير منذ أشهر عن كارثة اقتصادية يبدو أنه فعلا قد حدث، ما هي الأسباب التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع الكارثي من خلال ما تراقبه؟ من خلال ما نراقبه وبعيدا عن الحديث بالشأن السياسي الذي استقر فيها الإخوة بشكل كبير وموجز، نحن نتحدث عن أزمة انهيار العملة وفق محددات يحددها الاستقرار السياسي في البلد. هناك عدة محددات لانهيار العملة، منها اقتصادية، منها محددات غير اقتصادية أو خارج الاقتصاد. ما المحدد الرئيسي الذي يتعامل به الانقلابيين الآن هو انهيار في الاقتصاد أو انهيار في العملية السياسية. لا وجود لعملية سياسية داخل البلد، انهيار سياسي ينتج عن انهيار اقتصادي. هناك يبدو حسب ما نقرأ وحسب التقارير التي تصل وحسب الخبراء الآخرين الذين يتكلمون من داخل اليمن، هناك عجز كبير في النقد الأجنبي. يبدو انه لم تعد حقوق، لم يعد الانقلابيون يستطيعون تغطيه النقد الاجنبي. يبدو ان بعض التجار طالبوا المستوردين او بعض المستوردين طالبوا الدفع بالعملات الاجنبيه ولم يستطع البنك المركزي دفع ذلك. يبدو ان ايضا البنك المركزي يقوم بدفع بعض الاستحقاقات المتطلب لها الدفع بالعمله الاجنبيه يدفعها عن طريق العملة المحلية، وهذه جميعها مؤشرات على عدم وجود عملة أجنبية داخل البنك. كل هذه الأشياء لم تبدأ من الآن في الحقيقة، ذلك بدأ من وقت طويل. لو تتذكرون معي عندما الأخ بن همام قاموا باستضافته في صنعاء وقاموا بعمل استقبال كبير جدا له، هذا الاستقبال لم يكن بقدر معنى الحفاوة بقدر ما هو دليل واضح على أنهم عجزوا في إدارة البنك المركزي ويواجهون مشكلات حقيقية، وحاولوا التغطية على ذلك
بتلك الحفاوة التي استعرضوها في تلك الفترة. سبق وحذرنا نحن في مركز رفض رقابة والتنمية الاقتصادية، لدينا بعض النشرات الإلكترونية القصيرة تصدر، سبق وحذرنا من فترة غير عادية أو فترة طويلة أن هناك انهيار سيحصل للعملة، أن هناك إدارة غير رشيدة في العملية السياسية، إدارة غير رشيدة تدير الاقتصاد بغير أي خطط أي دراسات. لا أستطيع أن أحلل هذا الوضع وفق محددات اقتصادية وفق سواء قصيرة المدى طويلة المدى. الموجود من بلد الآن وضع حرب، جميع البلدان التي تعاني من وضع حروب تمر بنفس المرحلة. المشكلة هناك أشياء نسمعها لا نعرف لها تفسيرات حقيقية، مثلا حيادية البنك المركزي، لا أفهم كيف تمت حيادية البنك المركزي. نعم. ما الذي يعنيه بحيادية البنك المركزي؟ نسمع الرغبة في طبع عملات جديدة، نسمع الرغبة في نقل البنك المركزي إلى عدم. طيب بخصوص هذه النقطة، نقطة طبع المبالغ الجديدة، يعني هناك أفادت تقارير أن سلطة الميليشيا قامت بطباعة حوالي 50 مليار ريال بدون غطاء نقدي، ما تأثير هذا على الوضع القائم من وجهة نظر اقتصادية دكتور؟ طبعا هذا سيؤثر من وجهة نظر اقتصادية على غلاء الأسعار، سيؤثر على ارتفاع نسبة التضخم. الآن نسمع على أن السلع الغذائية الأساسية يعني بدأت في الارتفاع على حياة المواطن البسيط، لكننا يجدر بنا أن ننتبه إلى أن الانهيار سيزداد أكثر إذا لم يحاول الانقلابيين كذلك تدارك الموقف حفاظا على مستقبل الناس، حفاظا على معيشة الناس. نحن مقدمون على رمضان، ماذا يشعر هؤلاء الانقلابيين عندما يشاهدون كيس السكر الواحد ب 12,000 ريال يمني؟ ألا يشعرون بمعيشة المواطن؟ ألا يشعرون بأنه يجب أن يتوقفوا ويرضخوا للحل السياسي؟ نحن نتكلم هنا عن واقع خارج الاقتصاد، نتكلم على عملية سياسية منهارة، نتكلم على بنك سينهار قريبا، لن يستطيع تغطية العملة، لا أدري من أين سيأتي العملة الأجنبية، هذا ما أفهمه فقط وما أستطيع التعبير عليه. أما مسألة عدم قدرة البنك المركزي على تغطية العملة الأجنبية، عدم قدرتهم على دفع المبالغ بالدولار اعتقال الصرافين، هذه الأشياء طبيعية جدا لعدم استقرار الوضع السياسي. مفهوم. مفهوم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور سليمان. أعود إلى الأستاذ عبد الكريم العواضي. أستاذ عبد الكريم، يعني اليوم كان وزير الخارجية يتحدث عن استنزاف الاحتياطي الأجنبي من قرابة 4 مليارات دولار إلى ما يوازي 100 مليون دولار خلال عام واحد، وباستثناء الوديعة السعودية. ما تأثير هذا الأمر على المصارف والمعاملات المصرفية من وإلى البلد؟ المبلغ أكثر من 4 مليار بصراحة. هناك تقريبا حوالي 12 مليار دولار، لكن العملة اليمنية موجودة في حسابات البنوك المحلية تقوم بوضعها في البنك المركزي. البنك المركزي اليمني قام بإصدار سندات خزانة وبنوك خزانة لمليشيات الحوثي. فالمبلغ الحجم الكارثة صعب شرحها الآن، حتى يمكن الناس لا يستوعبونها. ما زالت التداعيات سوف تستمر لشهور طويلة حتى لو حصل اتفاق سياسي. تداعيات ما قامت فيه ميليشيات عبد الملك الحوثي سوف تستمر لمدة عامين. 9 مليون عاطل على العمل، 4 مليون فقط منذ انقلاب ميليشيات عبد الملك. أي معدل التضخم ارتفع إلى 100%. حجم الكارثة يجب أن يعلم فيها الناس بأن ميليشيات عبد الملك الحوثي وضعتنا في موقف لا نحتد عليه، وسوف ندفع سنوات طويلة الإجرام الذي وضعوه الاقتصاد اليمني. الحل بصراحة يجب أن كل مواطن يمني يتحمل جزء من المسؤولية، بما فيهم الأشخاص الذين ذهبوا في المظاهرات فنادوا عبد الملك الحوثي أو الذين ذهبوا للسبعين. يجب أن يتحمل جزء من المسؤولية، ويجب أن تكون هناك ثورة شعبية بصراحة. دعنا من الكلام الأكاديمي ودعنا من الكلام النظري، أنا أتكلم الآن أن الوضع أصبح مخيف وما زال في استمرار. نعم أستاذ عبد الكريم. نعم معك. نعم. طيب يعني إذا ما تحدثنا أكثر عن
سياسة البنك المركزي التي كان الحديث عن تحييدها كما أشار الدكتور سليمان، وكما تابعنا كثيرا خلال الأيام الماضية أو خلال الأشهر الماضية من خروج محافظ البنك المركزي بن همام ومن ثم عودته والحفاوة التي أشار إليها دكتور سليمان. هذه السياسة التي تم العمل عليها من قبل المنظمات أو من قبل الدول الكبرى والأمم المتحدة، وكما يعني تحدثت المصادر عن ضغط من قبل هذه المنظمات والدول على الحكومة الشرعية وكذلك قيادة التحالف بتحييد البنك المركزي، هذه العملية كيف أثرت في هذا الانهيار من وجهة نظرك؟ بصراحة البنك المركزي لم يكن محايدا في يوم من الأيام، أولا ثاني كان محايدا في فترة الحكومة الوفاق الوطني، بعد حكومة الوفاق وقبل حكومة الوفاق لم يكن محايد. ومن يدير البنك المركزي ليس بن همام، من يدير البنك المركزي اسمه إبراهيم النهاري، وهو له علاقة بالجماعة الحوثي والنفس السلالة، هم من يدير البنك المركزي. البنك المركزي سلم كل فلوس الدولة لميليشيات الحوثي، لم تكن هناك حيادية، تم فصل أكثر من 300 ألف موظف وإيقاف مرتباتهم، وبدل توريدها للدولة سلمت للميليشيات عبد الملك الحوثي. ننتظر التقارير الآن ونتابع تقرير البنك المركزي. من 6 أشهر لم يقوم البنك المركزي بوضع أي تقرير على موقع الإلكتروني، وهذا مفروض أنه معيار دولي بأن البنك المركزي يقوم بوضع تقرير شهري ما تم صرفه ووضع الحالة في اليمن. البنك المركزي يكتب في الأرقام، البنك المركزي يقوم بعملية الآن رفع الدين الداخلي وتسليم الصخرة الكبيرة للحكومة القادمة. فما يقومون به الآن هو استلاف نقود من السوق المحلية قدر المستطاع، تسليمها للميليشيات وتحميل الحبة على الحكومة القادمة. إذا أشكرك الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الكريم العواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض في هذه الحلقة، وأعود إلى الدكتور سليمان ناصر. دكتور سليمان، إذا ما تحدثنا أكثر حول هذه النقطة، نقطة حيادية البنك المركزي، برأيك يعني تحدث الأستاذ عبد الكريم على أن البنك لم يكن محايدا وأن من يديره فعليا هو شخص اسمه عبد الرقيب النهاري كما تحدث الأستاذ عبد الكريم، هل تتفق في هذه النقطة من عدم حيادية البنك خلال الفترة الماضية؟ كيف تقيم سياسة الميليشيا في التعامل مع البنك المركزي بشكل عام؟ بالنسبة لحيادية البنك المركزي، نحن كمواطنين يمنيين عاديين أو الشخص المواطن اليمني العادي يسعى إلى وجود استقرار اقتصادي في البلد بغض النظر عن الأشياء السياسية الأخرى. يعني إذا كان موجود حيادية للبنك المركزي كما يدعون ويقولون فنحن نرحب بها. يعني ما المانع إذا نقل البنك المركزي وضخ التحالف بعض الأموال إلى عدن وتم صرف المرتبات المطلوبة في صنعاء من عدن؟ ما الذي سيمنع ذلك إذا يحتاجون مرتبات رسمية لبعض الموظفين الموجودين في مؤسسات دولة؟ يحول البنك المركزي إلى عدن، وإلا أتوقع في المستقبل القريب حسب ما نسمع أنه سيتم طباعة عملة جديدة، سيتم تهميش أو العملة اليمنية، سيحاول كثير من التجار الآن، هو لا يواجه فقط أزمة بالنقل الأجنبي، هو سيحاول أيضا طباعة عملة يمنية، هو لن يستطيع أن يستمر في هذا الوضع، سيحاول طباعة عملة يمنية، سيحاول التصرف بأي طريقة، هو لا يملك أي خيار إلا أن يحاول الاستمرار ولا أقول الاستمرار ولكن التوقف عن السحب من البنك المركزي بشكل غير نظامي، محاولة وضع أي حلول مؤقتة حتى يتم الاستقرار السياسي أو حتى يتم أي حل سياسي أو لا ندري ما هو المستقبل. لكن ما نرجو حاليا النظر إلى مصلحة المواطن البسيط والذي يسعى إلى الحصول على قوت يومه بغض النظر عن أي أشياء سياسية أخرى. طيب هذا يعني هذا يعتمد على قدرة الحكومة في تجاوز، ولا اعتقد ان البنك سيستمر بالحيادية. هذا يعني هذا يعتمد على قدرة الحكومة في تفادي هذه الكارثة باعتبارها هي الجهة الممثلة للشعب اليمني. في ظل هذه الأوضاع، ما هي الخيارات المتواجدة امام الحكومة دكتور؟ الخيارات المتواجدة امام الحكومة كما قلت سابقا هي ستتجه اما الى الاستمرار مع نفس القياده السابقه، وهي محاوله تغطيه العجز في النقد الاجنبي عن طريق التفاهم مع التحالف في ذلك، او انها ستحاول الغاء العمله تماما واستبدال العمله كما صرح بذلك بعض الاشخاص المحسوبين على قياده التحالف. نحن حاليا نواجه مشكله كبيره، ارتفاع الاسعار،
العملة هي أيضا لها محدد مهم وهو الهلع الذي يصيب التجار الذي يصيب المواطنين تجاه العملة اليمنية. إذا لقد فقد المواطن اليمني الثقة في وجود عملة يمنية، بالتالي سيتجه إلى شراء عملة أجنبية بشكل كبير جدا، وذلك سيؤدي إلى انهيار تام للعملة في البنك المركزي. قلنا سابقا أن وجود بن همام في البنك المركزي هو شخصية اقتصادية مشهود لها بالكفاءة ومشهود لها بالنزاعة وحسب ما نسمع ذلك، ولكننا أعتقد أن الأمور ليست شخصية بقدر ما هي سياسة الدولة تحتاج إلى كثير من الحرص في نعم دكتور إذن أشكرك دكتور سليمان عبد الله الناصر الخبير الأستاذ المساعد في المالية والاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. وأرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض، عضو اللجنة الاقتصادية العليا دكتور محمد حلبوب. مساء الخير دكتور. مساء النور والسرور. أهلا بك دكتور. يعني كانت وزارة التخطيط أشارت إلى استنفاد كل أدوات الحكومة في التدخل لوقف هذا الانهيار، طالبت أيضا بإيداع وديعة في البنك المركزي، هل يبدو هذا الاقتراح واقعيا في ظل هذه الظروف؟ حاولت الحكومة الشرعية في الرياض أن تعمل ما تستطيع وأن تتحمل المسؤولية أمام الشعب، وفعلا ذهب وزير المالية وكذلك من وزارة التخطيط نائب وزير التخطيط وأيضا محافظ البنك المركزي الأستاذ محمد عوض بن همام، وذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الثلاث الأسابيع الماضية وعادوا قريبا، وقد حاولوا العمل على حل مثل هذه المشكلات، لكن الصعوبات تأتي من خلال التصرفات الهمجية التصرفات الطفولية التي تقوم بها الإنقلابيون في صنعاء. الانقلابيون في صنعاء يقومون بعبث اقتصادي شديد، هذا العبث الاقتصادي يؤدي إلى نتائج وقيمة للغاية الاقتصادية. الحكومة تحاول بكل وسائل أن تجد قرض معين، أن تحصل على هبة، أن تحصل على مساعدات معينة، أن تحصل على دعم. كانت هناك اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي استمرت في حدود أسبوعين، يعني تم وضع أو الدخول في مفاوضات في معالجة في محاولات، ولكن كل ما يتم بناؤه تقوم بهدمه الميليشيات الحوثية لأنها ميليشيات جاءت من الجنوب لا تفهم ولا تفقه في الاقتصاد المالي. طيب هو واضح دكتور أن البنك المركزي يعني بات تحت سيطرة الميليشيا بشكل أو بآخر، كانت الحكومة قد شكت للأمم المتحدة أيضا عدم التزام الميليشيا بتحييد البنك المركزي، في هذه الحالة كيف يمكن للحكومة وكذلك للمانحين أن يتدخلوا لإنقاذ الريال ومن ثم إنقاذ الاقتصاد اقتصاد اليمنيين في هذا التوقيت؟ هناك محاولات تتم، يعني كانت من ضمن أهم المحاولات إنه الإبقاء على الاحتياطي النقدي لدى السلطة سلطة البنك المركزي، وهي السلطة التي تقع تحت سلطة الانقلابيين، ولكن هذه المحاولات طبعا تصطدم بالصعوبات أو تصطدم بالتصرفات العبثية التي يقوم بها الانقلابيون. في محاولات كثيرة، محاولات التسهيلات التسهيل الحصول على قروض، تسهيل تحويل العملة المتأتية من المقترضين. الآن كانت هناك محاولات يعني ولا تزال لبيع 3 مليون برميل من النفط في موجودة في ميناء الضبة وأيضا إنقاذ الاقتصاد بها، ولكن هذه المحاولات تحتاج إلى وقت وتحتاج الى ان الى استقرار سياسي. والى طيب بخصوص الثلاثة مليون برميل من النفط الموجوده في الضبه، كيف ستساعد في يعني انعاش الاقتصاد؟ هذه 3 مليون سوف نحصل من خلالها على يعني مبلغ لا باس به، هذا المبلغ سوف يغطي فتره معينه الى ان تتم المعالجة السياسية. يجب أن نعرف أساسا أولا أنه ما هو حاصل هو لأسباب رئيسية، هذه الأسباب الرئيسية هي الحرب، هي التصرفات الهوجاء، هي المجهول الحربي، وهذه تعتبر معالجات مؤقتة، هي مهدئات
ولكن معالجة السبب الأساسي هو في استسلام الحفاج. يجب على الحفاج ليس أمامهم، هم الآن فشلوا اقتصاديا، نعم. فشلوا عسكريا، كانوا في التواهي الآن هم في نيم، فشلوا اقتصاديا، كانت العملة 215 الآن 300 وفوق، يعني كلها يوم يأتي بفشل جديد. يجب أن يصلوا إلى قناعة بأن هذا هو السبب الأساسي. الأسباب الأخرى مثلا الآن الارتفاع الحالي هو نتيجة سبب موسمي، وهو عالس ما يأتي بسبب أن التجار يبحثون عن الدولار من أجل متطلبات رمضان. هذه المتطلبات رمضان ترفع الطلب، والطلب والعرض موجود قليل جدا، لانه الحوثيين يمنعون السياحه، الحوثيين يمنعون الاقتصاد، يدمروا الانتاج والى اخره. في هناك عوامل موسميه، هذه العوامل الموسميه لما يكون الاحتياطي منخفض جدا فان العوامل الموسميه يكون لها تاثير شديد جدا. انخفاض الاحتياطي الى 1.1 مليار مع الوديعه السعوديه، هذا الانخفاض الشديد في الاحتياطي يجعل البلد مكشوف لأي تأثيرات موسمية. هنا موسم، تأثير موسمي جاء هو متطلبات رمضان، هذا المتطلبات تضغط في هذا الاتجاه وتدربك الوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا. إذن دكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك، وهو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، آملا على أن يتحسن الحلوى، يعني تتجاوز البلاد هذه الكارثة المتوقعة إلى حد كبير. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات منتج البرنامج زميل كمال حيدر، وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.